سيد اللامي، صدق أكو 11,000 مغيب بنص سنة؟ شلون وصلتوا إلى هذا العدد المخيف؟ مرحبا بك استاذه، ومرحبا بمشاهدي ومتابعي قناتكم الكريمه. طبعا هذا الرقم هو اللي اعلنت عنه مفوضيه حقوق الانسان، وهي الجهه المختصه قانونا ودستوريا قانونيا ودستوريا بمتابعه هذا الملف. ولكن انه التصريح جاء دون ان تعرج المفوضيه عن ما هي الاجراءات التي اتخذتها بخصوص وجود 11,000 شكوى أو إبلاغ يبلغون عن حالة اختفاء قسري بالبلد. واللي أعرفه أنه حسب معلوماتي يعني أنه مفوضية حقوق الإنسان حاليا انتهت الدورة، مجلس المفوضين انتهت السقف القانوني لوجوده، وهذا التصريح هذا الإحصاء اللي أعلن عنه هو يتضمن بداية عام 2022 نهاية عام 2021. يعني هذا رقم كبير جدا بدولة مثل العراق، باعتبار نظامها ديمقراطي، باعتبار أكو مؤسسات دستورية وقانونية وأجهزة رقابية وتخضع لرقابة دولية وأممية، وجود بعثات دبلوماسية بلد مثل العراق 11,000 رقم هائل، وهو قادر على الإطاحة بأي حكومة لو كانت في بلد آخر. نعم. طيب. هسه مفوضية حقوق الإنسان المفروض هي الجهة المختصة من توصلها شكاوى، يعني بهيك رقم حتى لو شكوى واحدة، مو 11,000 شكوى، تفتح تحقيق تحقق بالموضوع وين اختفى ومن الجهة وشلون وليش، هاي مجريات التحقيق في كل بلدان العالم. وبعدين تعلن نتائج التحقيق وتقدم تقريرها إلى الحكومة العراقية باعتبار هي المفوضية الجهة المقاولة قانونية. هاي اللجان التحقيقية بدنا نتكلم عليها، التقارير السنوية إذا بدنا نتكلم عن مفوضية حقوق الإنسان أو غيرها، مثل ما ذكرت جنابك هي تقارير، هي تنطي تقارير، هي مهمتها أيضا تقصي الحقائق وتحديد هوية الجنات إذا بدنا نتكلم عن إقامة دعاوى انتقالية. يعني إحنا 11,000 شكوى وصلت، ليش بلدان العالم شكوى واحدة أو شكوتين تتحرك؟ منظمات إنسانية، منظمات أمم متحدة، إحنا دا يعتقلون وما دا نعرف وينهم، لا هم ميتين ولا هم عايشين سيد اللامي. نعم، هو مثل ما ذكرت لحضرتك أستاذة وجدان أنه للأسف الشديد ماكو جدية للتعامل مع هذه الملف. يعني حتى هاي المؤسسة اللي هي مفوضية حقوق الإنسان واللي هي من صلاحياتها مثل ما تفضلت حضرتك رصد الانتهاكات، التحقيق، تقديم الإحصاءات والبيانات، البحث عن هاي الحالات، كل الانتهاكات اللي تطال حقوق الإنسان هم من اختصاصهم، وعدهم فرق رصدية، احنا يعني مشتغلين وياهم ونعرفهم، حتى احنا كنقابة محامين عندنا اتفاقية استراتيجية وياهم بالتعامل ويا الانتهاكات اللي تطال حقوق الإنسان، وبالتالي نعرف شغلهم شنو، نعرف انهم هم عندهم فرق ترصد وفرق تدون وعندهم صلاحيات يدخلون للسجون يزوروها ويشوفون حالات التعذيب. بس ما هي الإجراءات بعد ذلك؟ هل قامت المفوضية بالإعلان مثلا عن وجود هاي الخروقات تشير لها بإشارات خجولة جدا في تقاريرها، إلا أنها لا ترتقي إلى مستوى الطموح اللي يطمح للمواطن لما المواطن يجي يقدم شكوى عن فقدان مجموعة كاملة من المواطنين، مثلا اللي صار بالرزازة، اللي صار بالصقلاوية، اللي صار بسامرة، اللي صار، هاي ملفات حساسة، وباعتقادي أنه مو شخص واحد أو مواطن يقدر يقيم دعوة أمام القضاء ويدورون على المعتقل أو المخطوف وراح يلقونه، لا، هذا موضوع يخص بلد، يخص دولة، يخص حقوق إنسان لشعب، يخص مجتمع كامل، وبالتالي هي المؤسسة اللي المفروض تقوم بواجباتها الحقيقية إضافة إلى تقديم هاي الأشياء إلى القضاء والقضاء يتخذ الإجراءات القانونية. نحن بسبب المحاصصة الطائفية، بسبب وجود إرادات أقوى من إرادة الدولة.